حرام وين بدنا نروح وين بدنا نيجي؟ قول لهم حرام صار الموت عندي هاي صار. صار الموت عندي. أطلع شفت لك كان؟ خلص قاعدين احنا عادي بدهم يجهزوا فطور نفطر هنا، الناس راحت تخبز وناس قاعده هنا مثل البنات قاعدات كان بامان الله. ما ادري ان القصف دب دب ثلاث ضربه وهنا وضربه هنا وضربه هنا. اول جيت خشيت على الغرفه الحق اشوف ذيك البنات، لقيت البنات الثنتين، واحد استشهدت راسه رايح، والبنت الثانيه مصاب في رجلها الله يستر رجلها الثانيه. والبنت الصغيره الطفله برضه في قضيه في رجلها، وفي بنت على الباب تلعب منهم قاعده تلعب على الباب برضه في قضيه اجت في رجلها، يعني بس البنات اللي بقوا قاعدين. اطفال بنات لا في اسلام ولا شباب. هذه مستنى شوي، حتى في